يعني اليوم بقى بنحاول نظبط، نرجع نظبط اليوم تاني، فهياخد وقت، هياخد يعني يومين ثلاثة كاش الأمور تتظبط تاني إن شاء الله. عماد، يعني الكلام كان كتير قوي هناك في وانت في كاس العالم او انت بتلعب مع النادي الاهلي هناك، ويمكن انا قلت برضو مش عارف انت وصل لك الكلام ده، قلت ان عماد متعب اتظلم في المباراة اللي لعبها، المباراة اللي هي الأخيرة مع فريق مونتيري، ان عماد متعب لعب كمهاجم وحيد في تشكيلة النادي الأهلي، كان معظم اللاعبين التانيين عبد الله السعيد، محمد أبو تريكة، وليد سليمان، حسام عاشور، رامي ربيعة في نص الملعب، وكان في تكتل كبير جدا، ان كان في البعض في مصر يعني انتقد وقال عماد متعب وحش، قلت لا عماد متعب مش وحش، عماد متعب كان بيلعب لوحده، كنت افضل ان الكابتن حسام البدري يلعب جنب متعب، محمد ناجي جده يلعب جنبه السيد حمدي. عايز تعليقك على المباراه اللي انت اشتركت فيها وتغييرك في اول 7 أو 8 دقائق في الشوط الثاني. لا ما فيش تعليق، بس انا اوضح بس نقطه، يعني مع احترامي الكامل للي قال ان عماد متعب كان وحش، فانا اقدر اقول له ان يعني هو ما اتفرجش على الماتش كويس، يا اما كان بيتفرج على ماتش ثاني، دي حاجه عشان الامور تبقى واضحه. كريم، انا كنت بلعب زي ما انت بتقول، كنت بلعب طرد لوحدي، كان بيلعب تحت ابو تريكه. لما تيجي تقيم مهاجم بطريقه زي دي، انت بتقيمه ان هو كمحطه، يعني اللعيب لما بيلعب لوحده بيبقى محطه لزمايله، تحسب له هو الكره اتقطعت منه كم مره، كان ايجابي على الجون ولا لا، في حدود اللي وصل له. لو جيت تقيمني انا في حدود الكور اللي وصلت لي في الماتش، هتلاقي بنسبه 90% ما اتعملش مني ميس باس خالص. الكره اللي جات لي الاوفر الوحيد اللي جالي لعبتها ازاي، وكان في مدخل هدف في عرضه وخرجت. لو انا كنت جبتها جون طبعا كان ده كان في ماتش كان عماد متعب احسن لعيب في الفرقه وعمل ماتش عمره ورجع لمستواه. احنا عندنا بنقيم اللعيب بالطريقه دي. وعشان اكون صريح معاك كريم، يعني انا الفتره الاخرانيه حاسس ان في حاجه مقصوده ضد عماد، الله اعلم ايه هي، بس في حاجه مقصوده ضد عماد، مش حاجه مقصوده ان الناس بتهاجم يعني او بعض بينتقد عماد. يعني تحس ان في حاجه موجهه من اتجاه ما، الله اعلم ايه هو ومين السبب فيه، بس هو ده اللي موجود حاليا. لان سيره عماد، طب ايه اللي مخليك حاسس الاحساس ده يا عماد؟ لان سيره عماد بتيجي في باي شكل. عماد خرج من الملعب قالوا ان هو اتخانق مع كابتن حسام البدري، وقبلها بيومين مش عارف توقعات مشاكل بين مش عارف ومين ومين. وعماد، اصل عماد مركز في برنامج، برنامج ايه وايه؟ انا واحد بتمرن ولا عملت اي حاجه ولا برامج هعملها ولا، وتركيزي مش مركز غير في الكوره. الجديد بقى ان يتقال لك اصل عماد مركز في حاجات غير الكوره، هنزل اتمرن واكون مركز هتعشى ايه النهارده مثلا يعني، ولا مش فاهم يعني مش قادر افهم ايه اللي ممكن يخليني اركز في حاجه بره الكوره. انا واحد بتمرن ومسافر بلعب بطوله كبيره موجود مع زمايلي، يعني بحس ان الكلام بيبقى الغرض منه يعني اللي هو يعني قلب الراي العام، او يعني وتوصيل رساله يسخنوا الناس عليك يعني. توصيل رساله للجمهور ان في حاجه مختلفه عماد بيعملها، وعماد بيركز في حاجه ثانيه عشان الناس تبدا تتكلم على عماد وخلاص. يعني عماد ما بيلعبش، لو انت واخد بالك ان عماد ما بيلعبش يا كريم من يعني من حوالي بقاله شهرين ثلاثه ما بيلعبش، لعبت في ماتش الترجي اللي كان هو برضه عماد برضه ايه، الناس متعوده ان عماد متعب دايما المهاجم الاساسي في النادي الاهلي. عماد متعب لما بيلعب بيجيب اجوال وبيكسب النادي الاهلي. دي مش بتاعتي انا، اللعب وعدمه دي مش بتاعتي انا. انا موجود وبتمرن من قبل ماتش الترجي الاولاني اللي كان، ما دام انت ما لعبتش فالناس تقول ايه، يبقى التقصير عند عماد متعب نفسه، يبقى عماد مش جاهز او عماد مش فيت عشان يلعب. هو الناس اللي بتقول التقصير عند عماد متعب، هل الناس دي شافتني في ماتشات مثلا بلعب وانا قصرت؟ ما شافونيش خالص يعني. هو وما اعتقدش الناس دي قاعده النهارده بتتفرج على التمرين عشان تقدر تقيم عماد بيتمرن كويس ولا بيتمرن وحش. ايوه انت فاهمني؟ ايوه. فاللعيب لما يلعب ماتشات اقيمه في الماتشات، لكن احنا عندنا يعني انا بقول لك انا دي وجهه نظري، وده اللي انا شايفه ان في حاجه موجهه ومقصوده ومن بعض الناس يعني خلاص يعني بقت بايخه بقى يعني الموضوع بقى بايخ، لان اسم عماد وسيره عماد بقت بتيجي في اي وقت، سواء عماد بيلعب ما بيلعبش مصاب. ده في ناس بدات تتكلم على اصابات عماد متعب، يعني هو اصابات يعني لما رجلي تتكسر ولا طلوعه تتكسر ولا يجي لي حصو على الكلى، هي دي تقصير مني انا؟ بس عشان الناس تبقى واضحه، انت تعاتبني وتلومني لو انا كل يومين بيجي لي اصابه في العضله الخلفيه او اصابه في العضله الاماميه او اصابه في السمانه، ده يبقى تقصير مني انا، لان انا اكيد مش ملتزم، ابقى ما بريحش كويس. لكن انا يمكن الحمد لله من يوم ما لعبت كوره ما اتصبتش عضليا. ايوه
كلها يعني اصابات نتيجه التحامات، كلها نتيجه كلها ده جديه، ده كلها جديه وكلها اصرار وكلها تركيز وكلها حماس. يعني لما الموضوع تتكسر اكيد انا واحد ما بتدلعش، لما ركبتي الرباط الخارجي يتقطع ويجي لي مش عارف كسر في الشظيه فاكيد انا ما بتدلعش، لما رجلي تتكسر من تحت اكيد، يعني دي كلها حاجات ملهاش علاقه بالدلع خالص، ده ليها علاقه بالدلع. الحاجات اللي اتقالت، الحاجات اللي اتقالت يا عماد ان انت شوحت الكابتن حسام او الكلام ده مش صح، ما حصلش. شوحت له فين؟ وانا خارج الملعب؟ يعني اتقال كده. لا ده وانا خارج كابتن حسام بيقول لي هالي يا عماد شاورت له بايدي، يعني قلت له هو كان بعيد، لو كان هو واقف على الخط وانا كنت خارج يعني كان مسافه بعيده عني فما جاش سلم عليا، يعني هو كان بيقول لي هالي يا عماد من بعيد فبشاور له، عارف اللي هو لما ترفع ايدك تقول له شكرا يا كابتن ما معناه يعني. ايوه لكن وانا خارج من الملعب اكيد كنت متضايق، عشان بس ايه، اصل احنا عندنا الناس هيقول لك لا وانا خارج من الملعب كنت متضايق وكان نفسي اكمل وكان نفسي ابقى موجود مع زمايلي. اكيد ده احساس اي لاعب مثلا، بس يعني ما خدش الفرصه طبيعي يعني، بس والاهلي خسران 1-0 وعايز الاهلي حدود الالتزام وحدود يعني ما خرجش، ما فيش اي حاجه خارجه عن النص، ما فيش اي 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 يعني اي حاجه خارجه من عماد حصلت تماما انا متضايق لاني نفسي اكمل مش اكتر، لكن دي وجهه نظر جهاز فني. وانا قعدت مع الكابتن حسام البدري هناك فبعد المباراه الاولى اللي انت ما شاركتش فيها وطلبت منه المشاركه، او حسسته ان انت متضايق او زعلان ان انت ما لعبتش؟ لا لا خالص، ما قعدتش مع اي حد من جهاز فني خالص. ما حدش لا لا ده اتكتب كده اللي انت قعدت يعني طلبت المشاركه، وان انت طلبت تقعد مع كابتن حسام عشان تحدد موقفك في المشاركه وانت هناك في اليابان، اتقال الكلام ده في مصر يعني. لا لا ما اتكلمتش مع حد تماما، ولا قعدت مع كابتن حسام ولا اي حد من الجهاز الفني تماما. ولا دار بيني وبين اي حد في الجهاز الفني اي كلام عن بخصوص المشاركه او عدم المشاركه. انا لعيب وهو مدرب وهو صاحب القرار الاول والاخير مين يلعب ومين ما يلعبش، بس مش اكتر. اتقال ان انت وبركات وسيد معوض قعدتوا مع كابتن حسام؟ لا خالص ما حصلش. لا 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 خالص ما حدش قعد ولا اتكلمنا ولا حصل اي حاجه خالص يعني. طب يمكن اتفضل يا عماد. لا لا ما انا بقول لك يعني ما بقول لك موضوع اللعب، موضوع اللعب من عدم، ودي حاجه بتاعت الجهاز الفني احنا ما بنتكلمش فيها خالص، مش دور ان احنا نتكلم، احنا بنتمرن. لكن الناس بس ما يعني ده اللي انا بطلبه، الناس ما تقيمش اللعيبه من غير ما تشوفها يعني. اللعيبه لما تنزل وتلعب وتاخد ماتشات تقول بقى اللعيب مش في مستوى، اللعيب في مستوى، لكن ما تقيمش لعيب تقول لك اصل هو مش في مستوى، هو اصلا ما لعبش ماتشات يعني. لان انا بقول لك، انا بقول لك يا كريم وانا متاكد من اللي انا بقوله لك، دي رساله من بعض الناس موجهه عشان توصل للراي، توصل الراي العام ويبقى اللي مضمون بتاع الراي العام اللي واصل ان عماد متعب مش ملتزم، ان عماد متعب مش مركز، ان عماد متعب بعيد عن مستواه، ان عماد متعب عشان لما عماد متعب مثلا يسيب النادي الاهلي يبقى الموضوع خلاص. عماد مش مركز فعماد يعني بص بتبقى رسائل كده موجهه. انا ما بعرفش يعني، ما بعرفش الناس دي والله بجد، ما بعرفش الناس دي بتيجي تروح بيتها كده وتنام ازاي، ما عنديش فكره. بس عادي طب يعني الناس اللي هي بتحاول توصل الرساله دي من داخل النادي الاهلي ولا من خارج النادي؟ لا 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 ما اعرفش، الله اعلم، ما اقدرش احكم حاجه زي كده. انا ما اعرفش رسائل، انا بقول لك هي رسائل موجهه كريم. ايه المقصود بيها الله اعلم يعني. خلاص يعني بتبقى واضحه، مره تبقى واصله بطريقه ومره توصل بطريقه تانية، ومره توصل عن طريق الاصابات، ومره توصل عن طريق اصله مش ملتزم، مره توصل الجاهزيه، بتوصل بكذا شكل يعني. انت عارف كريم طيب يعني كتير عندنا في مصر. طيب عماد انت قريب من الانضمام للارس فعلا، الارس البلجيكي خالص؟ انا ما فيش اي حاجه دارت من الموضوع ده كريم تماما، اصل لسه قايل خبر يعني الاعداد جايب لي خبر ان عماد متعب قريب من الانضمام للارس البلجيكي. بص يا كريم انا لسه واصلين الفجر. ممكن يبقى الكلام مع وكيل مع يعني مع نادر شوقي. انا كلمت، لا لا انا كلمت نادر فعلا يعني بعد ما صحيت من النوم كلمت نادر وقلت له انا سمعت ان هو كان داخل في مداخله باين مع كابتن شوبير وبيتقال على موضوع ليرز وبتاع، قال لي مفيش الكلام ده خالص. انا قلت الموضوع اتفتح في بلجيكا تاني، في يعني في كلام في بلجيكا تاني، لكن ما جبت سيره ليرز خالص ولا اتكلمنا على ليرز يعني. يعني في عرض من بلجيكا بس مش ليرز؟ لا مش في عرض يعني، هو فتح يعني التسويق نفسه اتفتح هناك تاني، بدا يكلم بعض الانديه. لكن مفيش حاجه بعينها. انا ما عنديش اي عروض دلوقتي خالص، العروض اللي عندي كلها خليجيه. خليجيه عرض نادر، ونادر قال لي في عرض تاني من فرقه باين درجه تانيه في المانيا. ده اللي قاله لي اللي دار بيني وبين نادر يعني. حتى موضوع الكويت كان يمكن بعض الناس عارفاه من قبل ما اسافر، ان في ناس كلموني من الكويت والخليج اللي هو كقطر او الامارات، لكن اي حاجه رسمي لسه مفيش حاجه رسمي وصلت لي خالص. طب انت شايف انت شايف الافضل ليك يا عماد الفتره الجايه انت تكمل مع نادي الاهلي ولا عايز تلعب بره مصر سواء خليجيا او اوروبيا؟
لا، لو جه عرض اوروبي شيء طبيعي، هبقى عايز اطلع. لكن لو يعني انت شايف الكوره كريم، يعني انت ما تعرفش ما في كوره، ما فيش كوره، في كوره ما فيش كوره، لا ما فيش الفتره اللي جايه. طيب بس فانت شايف ما فيش كوره، فشيء طبيعي اللعيب بيبقى محتاج انه يبقى بيشارك. لو جالي حاجه مناسبه والجهاز الفني للنادي الاهلي والمجلس اللي وافق عليها يعني العروض الخليجيه اللي جات لك لغايه دلوقتي ما فيش حاجه مناسبه ليك كعماد متعب؟ ما فيش حاجه رسمي جات لي، كله كلام. كله الناس كلموني وهنبعت لك وطلباتك ايه والعروض ايه والحاجات دي كلها، لكن ايه ورق رسمي؟ ما فيش ورق رسمي. فطول ما انا مش معايا ورق رسمي في ايدي يا كريم بقول لك انا ما عنديش حاجه. طيب عشان بس اصل انا اهو عشان تقفل الموضوع بالظبط، عشان الرغي ما بقاش بتكلم بلساني اهو. انا طول ما انا ما عنديش ورق رسمي انا بقول ما فيش حاجه لي. اول ما يجي لي ورق رسمي اقول انا معايا عرض بالظبط. طيب عشان إيه؟ بس النبي ارتاح من القصه دي، لان الناس يعني مش عارف ليه ما بيصدقوناش وبيصدقوا اي حاجه بتتكتب. لا تمام. طيب عماد، ايه رايك في اداء النادي الاهلي وتقييمك لاداء النادي الاهلي في اليابان وحصول النادي الاهلي على المركز الرابع، وكان يعني امال المصريين كلها ان احنا ممكن نوصل للمباراه النهائيه بعد ما خرجنا من فريق كورينتيانز وعملنا ماتش كويس، كان املنا ان احنا ناخد المركز الثالث. كريم انا اول حاجه انا لازم اشكر اللعيبه لعيب لعيب يعني بجد على المجهود اللي هم بذلوه في السنه اللي فاتت دي كلها، وعلى الاصرار وعلى ان بجد يعني في وسط المشاكل يعني والقلق اللي موجود عندك في البلد ومفيش كوره ومفيش استقرار في اي حاجه، ولعيبه يعني بتحقق انجازات غير طبيعيه ورفع اسم مصر يعني بشكل كبير جدا، فانا بشكرهم. دي اول حاجه. ثاني حاجه انا شايف ان احنا ادينا بطوله على المستوى الفني، يمكن اديناها بشكل كويس جدا، يمكن كان ناقصنا بس التوفيق، ويمكن يعني مباراه الدور قبل النهائي كان انا شايف ان يعني كنا احنا الاحسن واحنا الافضل فيها بالظبط، باستثناء اول نص ساعه في المباراه. غير كده احنا كنا الاحسن واحنا الافضل واحنا اللي كنا بنوصل، ويمكن لو كان في توفيق زي ما بقول لك كنا نقدر نفوز بالمباراه دي ونلعب فاينل، لكن ما فيش نصيب. ونفس القصه يعني المباراه الثالث والرابع كان نفسنا ان احنا ما نقلش على الاقل على المستوى اللي احنا على المركز اللي احنا حققناه قبل كده ونجيب ميداليه، لكن يمكن في اول مباراه الجوان اللي بتدخل فيك ما لهاش اي لازمه، دي يمكن بتقلب الموازين شويه. يعني احنا دخل فينا جون في الشوط الاولاني يعني اول ثلاث دقائق جون ملوش لازمه، انت عارف يعني بلغه الكوره كده كريم بيفطسك، عارف اللي هي بيهمدك في اول الماتش كره ملهاش اي معنى وخلاص هو ربنا مش شايد وخلاص دخلت جول. وبعد كده بتيجي ان انت مفيش توفيق، الكره اللي بتيجي في العارضه وبعد كده كره فتحي يعني خلاص ربنا ما قرضش فخسرت المباراه. لكن اخطاء النادي الاهلي ايه في اليابان من وجهه نظرك يا عماد؟ يمكن يعني انا مش هقول اخطاء، احنا يمكن يعني كلها غلطات كوره يعني عارف غلطات كوره، ما فيش حاجه نقدر نقولها حاجه عامه يعني كلها اخطاء فرديه. طيب الخط قطع مع عماد متعب، ويعني استفدنا من المكالمه.